بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. باب كاس يبابك ما جاء في المريض والشيخ لبدا باب كتابك يسيقو قرنتها كتبتين ويكالدونتان ملينه عنيقا وحويدا بيسين يا باب جواز الفطر للمسافر وحونا إيهور مرينة يا باب ما جاء في المريض والشيخ إذن كانوا عكس وان ملينه صوما مركب باب ما جاء في المريض وانصو أخرني وعد سمين يسان مركب باب جواز الفطر للمسافر مركب دقي ستان باد بوضي يسان مركب باب كوحد بوضي يسان باب قضاء رمضان متتابعا ساسي مركب. طيب يا ما قبل الله محق قوري ما باب كور يا معي باب ما جاء في المريض صمة بس مشاس أنا وحي يقلنا يا باب ما باب جواز الفطر للمسافر كاس مرك إذن كا وإذن كور يا كاس صمة. طيب وحي روح عندي بقول نغني نا إنتنا درسي أنا نعاود لابن باب كا لبدن باب أن هذا الشيء نبى كهرية. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. باب كاس وما يستان لبدن باب كهرية. باب كاس جملة أقدم بيسا قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر جملة سي وانكسب ونمينا الآخرين أبين كي درسي أنه قدم بي إذن كنا ميدان برارو تشيني وانكسب ونمينا مركا. قال شيخنا أبو شيخ ليه وإمامك كتابك إسكالي باوح ليه قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما خيبر يا مكة وقصتي في هذا الشهر بشان لحدات ورمضان أمعنا. فأما حنين فكانت وحي أهيد بعد الفتح فرشدي مكة كذب بأربعين ليلة يعني أفرتنا بين كذب وحكوضا حديث كهورة وان برارو تشني لكن وحينا أخرين جملة دينا أخرين أما في قرضة حديث كوحا قصة أروري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين صوما إلى حنين مركا حنين تها السحمة هوا نقصو الشيخ شيخ مركا وحو برارو تشني شيخ يجي عبد الرزاق بن عبد القادر ليه تشريبا وحو يلي حنين تاسي صحمه هي سيدا صوابك اما وا خيبر اما وا مك حي لبدا بلود بو لبدا ميلود بو نبي رمضان كدولي لكن حنين ايد وي كغدسنيد بوله جملتها مركا وان كسوبون. طيب باب جواز الفطر افركي بنانيدي سبابيه للمسافر او بناناد روح سعوتدا اذا غورتي دخل او غلو بلدا ما قالها هذو كلام بلد أو ولم يجمع أوسنجو أنسنين إقامة شوقتان بمعنى روح مركو سعتي وسفريه هذو ما قال يما دسوا السفر وسعتا ما قال دي سما غيرنا ومد جنا ديجانا كما ما قالوا يمت ما قال هذا سيدم بو أشوجا كدي نروح الرواء أما إنه سير دافو أما إنه كان نقض ولم يجمع إقامة إنه كنا جادو الدجنة ودجنة موسى جو أنسنين لكن سفرت الله صومرت وقتي بوشوجي روحه استجاء مددا ومجال دا شوجو ما أفوريا وصدي مسافر أو كلميو نقن كرا مسك أفوري كرا مثل ما دام سفرتي سي وكيرت شوغو ومركا وميل شوغو ولو يسند جنان به
sidii muqiim oo kale markaa laga soo qaadayayo ma afuri kara miyaa? Saas wey macnaha. Masaladan masalo la mid ah waxaan ku soo marnay salaada gaabinteeda. Sooma, ruux hadduu magaalo yimaado asagoo socota magaaladana waqti joogayo, salaadii ma gaabinaya? Waa musaafir, miyaa laga soo qaadaya? Mise salaadii ma gaabinayo muddada uu magaalada joogo? Waan soo marnay sooma, kitaabu salaa baan ku soo marnay, tii oo kale u dhowday marka, laakiin soonkay ku saabsan tahay marka. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا ودو للنبي غزوة الفتح فرشد مكة دولان كذي أيو دولي في رمضان رمضان لحد يدو دولي وصام وون صوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى أقاري الكديد ها ومحوية هاي الماء الذي بين قديد وعسفان وبيو ميل بي لقعب علاش لقعبوا oo u dhaxeeya Qudayd iyo Cusfaan. Meeshaas la yiraahdo Kadiid. Kadiid markuu gaaray oo meeshaas uu sharxay ah ayuu afdara nabigu afuray, falam yazal Muusan kazulin muftiran inuu yahay mid afuran xataa salakha ilaa uu dhammaaday ashahru bishii dhammaatay, ilaa bishuu siibatay oo ay intahootay. Rawahu Bukhari baa wariyay. U fiirso marka nabigu waa duulaan sallallahu alayhi wasallam مكو كسعدا ودولان كيه بير رمضان لحدة دواه وصعد مركو لحدة تشوغو وميشا سي كديد ليرا دو عمر يبو أفري مقالة دي بو قلي ودقال كي بو قلي إساقو أفرن بيشا انتي كدن بيسيو دن مقالة دي إساقو تشوغو أفرنا مقالة دي مكان محو تشوغي markuu qabsaday kadib 10 bari ilaa 12 bari riwaayadaha isku khilaafsan yihiin buu joogay. Marka intuu magaalada joogay ma uusan soomaynin oo afurnaa Ramadaan la way ahayd. Sawt maxay tahay? Laana musaafir way markaa. Waa musaafir. Maadaama marka aadan go'aansanin inaad meesha degto, oodan iqaamo aadan go'aansanin, muddada aad meesha joogtana aad safarna ku timid, bimacnaa intaad meesha joogto waad afuraysaa wa waad afuri kartaa. Sidaasaa xadiidka uu dalishanay. Wuxuu sheekhu yidhi marka wajhul xujati, xujada wajigeeda minhu xadiidka laga xujaysanaya waxa weeye anna alfatxa furashadii maka kaana wuxuu ahaa licashrin toban oo baqiina haray min ramadaana ramadaan ka haray. توبن بري أو رمضان كلا من بعلى فرتين مجال هكذا سيدا ساجاء يمد في حديث حديث كل حد يكون متفق عليه أو لسكوا فقصين يعني بيش أو توبن بري كلا وانت إنه نبي يقول مجال هذا قف صديب حديث كل كوي يمد كان نمحو تلمام يا أنت بيش كذا ما نسين وأفرع صوما مرك تقريبا توبن بري يكب ضم بو أفرنا واحد سوى مجال هذا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث كساس ودليل وياي وحيث ليهين وامركوا الروح متردد هي مسألة ومسألة خلافية مسألة ومسألة خلافية علماء جمهور تود وحي ليه روح مر بعضو سفرت يصعد كوه هي كها كذا مجال للدجاني هينا كوه كذا مسافر نمدي واس بده شيء ومقيم بنقضي لأن مركا مصعده مشقة سفرنا ما هي سته مجال للدجاني هاي بو لينعكش شو جا sidaas daraadeed asalkuna wuxuu ahaa ruuxa muqiimka ah inuusan salaadana gaabin karin intuu muqiimka yahay, soonkana uusan jabin karin. Waxay leeyihiin marka asalkaasaa lagu soconayaa, allahuma wixii daliili ka saara mooye. Waxaan helay marka nebigu sallallahu alayhi wasallam toban beri oo uu maka joogay ama 12 beri inuu afurnaa, intaa unbaa loo ogolaan karaa ruuxa mutaradidka ah ee meel uusan marka deegaanku ahayn safar ku jooga toban bari. Tii salaadana waa kan soo marnay oo 20 bari iyo 4 bari tafsiilkeeda waa kan soo marnay, kitaabu salaa baan ku soo marnay. Tanina jumhuurtu waxay leeyihiin marba hadduu magaalo joogo muddada loo ogolaan kare uu muxuu ahay gaabin ka uu afuri karayo waa un muddada nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam. Wixii ka siyaasan asalkii baa loo noqonaya oo ah maadaama aad safartiiba aadan markaa saarnayn oodan soconin muqiim baa laga soo qaaday wabitaali ma afuri kartida waa inaad soontay leeyihiin macna. Baabu qadaa'i ramadaana
رمضان قضيه قضين تسوبابوية متتابعا أسقو ليسرع رعسيي أسقو إسرع رعسا لصلق الليه ومتفرقا أسقو كالتكتكسا وتأخيره قلين تيسو لدبدغو إلى شعبان شعبان لو دبدغو رمضان باكاتكي طبعا عذر دار بكاكاتكي قليه سبالك الربا أما السفر بعد هيد الصعود هذا أما واد حنون سني سحنون بكاكاتكي أما ويه هاوينتي نوچينيسي أما تي أور كلا هيد أعذارتي شراعات وقلاتي الله أفوري كريب ورمضان روحي وأفوري محالك الربا فعدة من أيام أخرى صومة إنه قليا لك الربا أوكي قليه سيبقوا قليني ما لازم با إنه إسراعية إنتي كاتك تمركوا قليني بمثلا توان بريبا كاتك توان كبا مينا سكودة بقبتها لازم أمركا قليني ميسواتك لقو قوين كرتا أو إنت هذا مالين سونتا هذا إسكا أفوري كرتا هذا نور بريكدي من قيبة سومي هذا إسكا أفوري هذا متفرقا تواساس متتابعا نواهينا قليه مركات باللوضو آذان كلا تشوشنين أفرنا أودا حيسنين كل إسكود بحير دوا مركات إسكود بحير كما لازم باق الله مثل لازم أهو روحه كلا تشرشري كرا تاوى قضب مثل هذا اللوادي وحوي قلها صنكي كاتغي إلى شعبان مودي بديك كرتا مثل لازم رمضان هذي لقبح بحير لقب أغوه رأينا قليش misa inta aan ramadaan kugu soo gelin oo dhan shacbaan ba aqallaysida khiyaar baad leedo dib aad saga dhigi karta waa mas'alada labaad oo ama waa ruqniga labaad ee tarjumaada oo wa ta'khiirihi ila shacbaana wa shacbaan in loo dib dhigi karo qallahaas Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu yiri qadaa'u ramadaana ramadaan qallihiisu in sha'a hadu doono farraqahu kala geynaya وإن شاء هدو طوننا تابعوا إسعى الرعسيني هدو طوننا هكلا صوصوما هدو طوننا هيسكو حيشيو روحي صوما يوه يقليني روه طارقطني باوري سند كيسوا ضعيف حديثك إلا ذا ضعف قنا وحويان نموحا كتر لهذا الصوفيان ابن بشر الأنصاري وضعيفا كتر وحدي لأو مجهولا كتر ساس درادت بواحد ضعيفي الإمام البيهقي حافظ ابن حجر الشيخ الباني ويضعيفنا الإمام ابن خزيمة اسكودة إنه صحيحية إيا شوكاننا إنه وحوغا شواهد كحوتشيو لكن حديث كوات توردرين ما السقنا هدو السقنا لهانا واركب وارمان له سلدا فقهيا وابا اسكر رمان له وارك لغما ودودين بل لكن حديث كوما السقنا يوصن سقنانين واحد ليشدي فوق هذا قبته إنيسا إسرع راعينتو لازم هين لكن دي مركي أي دود اتماده وحل ليه كني دليل إذن ما هميال إسكاريغا حديث ضعيفة ما عسكن كرتاني كاس إنه قد داي قال البخاري بخاري وحوري قال ابن عباس عبد الله بن عباس وحوري لا بأس وحدي بكو متشرو أن يفرق إنو كالجيو قليه إنو كالصو صوما وكالجيو وأفر دحيسي وحدي بما لبود لقول الله تعالى إلهي أرهدي صدرت أويري فعدة فعليه كركي سوحا هذي عدة ترؤ من أيام مالما أخرى أكالي روحي أفري وحالا قربا مالما كالي أو كوي أو صومي كوي أفري أدقما كوي أفري مالما كالي أدقما أيا كركي سوحا إنو قليا آية داسو دلي شد عبد الله بن عباس ووحو لي أدم ملئين لك لكيه سواش واحدة آية دو dan kay ka tusaysa seese loogu dalishan kara inay banaan tahay tafriiq inuu banaayo ya fa'idatun min ayamin ukhra seese loogu dalishan kara ya skuday haye wa un mal maun musa nade sahwa saswa ولا إطلاقي ولا إطلاقي آيات مينا دهين مالمو إسكوحيغا مينا دهين لكن محي تري مالمو أمبي تري وإطلاق دي هذه لا إطلاقي ون لقيدنا وحالك فهمي إن لا إسرع راعين كرو إيو إن لك لقوين كرو صوما في عدة من أيام أخر إطلاق آيات دلشان يا ابن عباس مرة
وانا استدلال صحوة لأن النص كإنا ترى هذا الساس اللوج هذا يعني إيسا مطلقة أما عام كأدقيده دليل كلا يبهند أصل كمرك واحد عيد دلالة هذا إطلاق وحو فائدين يا إن تفريق بنائه نينك إلى هذا مرك ما بنانه وإن تتابع لغو سمعيه دليل بو بهاي آيات أو إطلاق هذا كقيده ساس معنا طيب سيد أنا وحق قبه آيات كتوس يسوع إطلاق هذا ابن عباس نقول ليش نيو وحق كتوس يا جمهور وحق قبان ليه لها جمهور العلماء علماء بدن كوت ساس قبان وعيلين إن شاء فرق وإن شاء تابع هذا ضربتنا إسرع راعي هذا ضربتنا كلا جوجو في أربعة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيث إن نزلت وحى سودكتي عدة من أيام أخرى متتابعات ساسي آيادك سودكتي فعدة من أيام أخرى متتابعات بآيادك تيود بيتر فسقطت وحى بعضي بيتري وميشة كبعضي وكبحضي متتابعات تيوى ميشة كبحضي معا سوهر دي مرك فعدة من أيام أخرى سوهر طيب روه دار قطني باوريه وقال وحوري إسناده وإسناده وصحيح أو صحيح أثر كان عائشة أي واحد اللي شنا يا علماء قار كود وقبة إن إسرع راعينته أي لازمته وأن لك لجو ينكر أما أن أفور لورد حيسينكر لكن أثر كاني دليل أمه إذن دليل وهاين عائشة سيدة إن وبيها قيولية هاي فسقطت متتابعات وحولية هاي أثر كعائشة وحكتوسيا آيات القرآن كي وسيدة كسو دكتينا يهيد فعدة من أيام أخرى متتابعات كدي من وحى ماشى لقى صاريو ولا نسخي متتابعات كلمة داسا ماشى لقى صاريو لبدل ولا نسخي محن صوحة ريمركة فعدة من أيام أخرى أو مطلقة عن قيد لهين جمهور تيمركة دليل وطح صوما وإلا متتابعات هدي إلا هدى آيات شوكتا أهان لهيد بالا دليشان له لكن كلمة لأن نسخي وإيادة بالا بدلي دليل إذن نقول ما يسوي معنا لما أقول بيهاقنا روحوا ليه هذا الكعائشة إليه هاي سقطت معنى أن أهين والا نسخي ما يرنكرو معناها كلية اللغة فصيري كرو سقطت بمعنى نسخ دواء تأويل كلو قادة كرتما بجرتو لي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحي تركان وحوها يكون مدؤ هذا علي كركيغا الصوم صوم بأهان تري أو من رمضان رمضان فما أستطيع مكريو أن أقضي إن أنقليو إلا في شعبان شعبان موي وذلك كاسنا وحوي لمكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك بوس كيسا درتت رسولك بوس كو إيجتشوغو رواية بخاري وحويان للشغل الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي كان كو مشغول سنة هو صلى الله عليه وسلم طيب روح الجماعة باوريس يعني رمضان كأيام مال مكة تجيان طبعا حيوجد تجيان دي عادة دي باكل حيس صوما مركع عذر دار بيوجد تجيان كدي من وحيلي ده السنة كبليه سكالور نن وحيوجد أتكان سينان قلي وهم حيوجد أتكان سا علشان وحيلي ده النبي خدمة دي سان كو مشغول سنة شعبان مركع رمضان كي كل سوردو ده أيام مركع شعبان تزومي تربيت مالمي يجت تجي ساسيلا طيب جملة قيبت حديث كقيبت صدم بو ذلك لمكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جملة إيضا علماء قاركود وحي ليهين وجملة مدرجة في الحديث سيادة داسي حفاظ حديث كقار كمد وحي ليهين حديث كمد معها والغو دراي والرواد قاركود باكو دراي طيب مركة حديث كاس بي جمهور تعلماء وحي أدلي شدين روحي قلل لغو ليه أو رمضان قارك تجي، إن إنسان لازم كأهين أو إنه واجب كن نقول إن ينقله إلى شعبان أو رمضان كي كله كحكت لجارو. مركي صون كي كله أي كلا بنتها مالمه كتجي إن لك. مركاس قلله لازم كن نقوله. مثلاً توم بري بكاتكت، صوما رمضان كي. بلاها كله إن أدد تشسود بلاها صنتو لازم كوكما لكن مركي شعبان صوكش
رمضانكي كلنا سو دواد مركاسا لا دونيا رمضانك كلا انتو سن كوغو سو غلينات كا غارسيسو شعبان لفتيدا الى وقتي مددي كا تغتي اما مالمي كا تغي ان لئك مركي رمضان وحانو جدا شعبان كلابان يهين شعبان طمات كيدا كلابان يهين مركاسي لازم كون نقونيس لأن وحوي مركا وحكو لابان باجرين وإلا هدي كواسي كودافان دي رمضان كي كلا كوسو قلي مركانا وحا دعي كريسينا إثم يدن بيحن بارسط سيداس درادت با وحي ليهين حل قاسي لازم نقون رمضان كي كلا إن لقارسينا إني خلطاهي إن بضانو علماء كم إذا وي قبا وحديث كان عايشة لقدل الشني لقا قادني علماء قار كم إذا وحي ليهين وقاب كشيخ الباني غير كودا مريان حديث كعائشة لقما فهميو لقما قادنيو إنو روحي أو كاري كرون عذر دار لهين إلى شعبان إنو أسي ديبديغو لقما فهمي لي يوحا لقا فهمي يا روحي عذر دار إيا حاجة هايستو لأن عائشة ما حيتري فما أستطيع أن أقضي بيتري ما كاري كريم بلاد شعبان كور ما كاري كرينو نبيك خدمة دي سنكو مشغول سنة روحي سيدا سوكالو حاجة هايستو يا إلى شعبان ديبديغ لكن روحي حاجة نوع سوكلا أين هيسنين واجب كأسل كيسة مركو كفولة إن لددتيا أصلا صوما يعني أصل كي وحو أها إن رمضان كي صونتو وقت كيس عذر دار باكو هلو يوات كسو تبليكت عذر دار كي با ميشا كباحي سفر كي أما حنون كي أما عادي كي قد عادي با ميشا كباحي حلقة أقوه الرئي چانس كي أقوه الرئي كو سورة بغو إن صونتو لأن هذا ديبليكتاي مجيري با دياد أمان كتاه سو غيري كوغو ما يمان كرتو أصل كواجباتك إن لددتيا أصل إن لددتيا ما أهب إليه حديث كان عائشنا وحكيليا لقا قادن كروحوي والروحي أي كو علوستهي أما كري كرين أما أي كو أدكتهي أي إلى شعبان ودبليك لفظي حديث كان معناه كنتو سيب إليه طيب ويروى وحل لوريا بإسناد وحل لوريا ضعيف أو تبردرا عن أبي هريرة لقوريا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيساقنا كورين في رجل نينكا سو مريض حنون صدي في رمضان رمضان دحد حسون حنون صدي او فافطر افري نين قصدي او رمضان دحد حنون صدي كديبنا افري ثم كديبنا صح فيبادي او ولم يصوم ان صومين وعافي ماضي كديبنا ما صومين يعني كان يسو كصوم او هلي مركي هره حنون با كتكسي رمضانك لكن هو كرون هذه كان يسو كصوم او هلي ما الصومين مرك بس كسي دبلغي حتى أدركه إلى أوسو قادو كي من رمضان آخر رمضان كلي رمضان آخر رمضان كلي إلى أوكي أيو اسكسي دبلغي قال وحو يدي نبي صلى الله عليه وسلم يصوم وحو صوم يا ننكني الذي رمضان كأدركه هدى كي من رمضان كأدركه هدى أوسو حلالي كاسو صوم يا ثم كدبنا يصوم وحو صوم يا الذي كي افطر او افر فيه دحدس او كي هري كتغي بو مركا كدب صوم يا ويطعم وحو نقودنا يا كل يوم مالن كستا او مالمي كتغي كميدا مسكينا مسكين بو قودنا طيب يعني عنت الراعين يا مالن كستو مالمي كتغي كميدا او رمضان ككله كسو دب دعدي طيب روح وري ابو الدار قطني باوري عن ابي هريره ابو هريره كورنا من قوله اوراهدي سحال يا ابو هريره اوراهدي سي وي حديث النبي سغون هي وقال وحنا يدي دار قطني مركو وري اسناد ويصحيح او صحيح موقوف وابو هريره كو اكبر حديثه من ناحيه الصناعه الحديثيه مركا ليراه حديثه اسغو مرفوع النبي لو تيرينيا ما سغنا ساس دراديت با وحو يدي ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي حديث النبي حديث لغرده هو ضعيف سيدة مصقنا لأن السنة كيسة وحكو ترين لإلادة عمر بن موسى عمر بن موسى بن وجيه نين لإلادة كترة وضعيف جدا أردي كيسة حديث ككورنا إبراهيم بن نافع لإلادة هو ضعيف حديث النبي حديث لغرده ومركة مصقنا السنة كيسة وضعيف لكن وحسوغن يهي أصغو أبو هريرة كو إك أو قول أبو هريرة ها ويكالتا صوما أبو هريرة يري النبي يري صوما كالا
أبو هريرة يريبو صحكوية أو سنة كيسو صحيح يسوكو أكويب. طيب محونا قونا يا مركا أبو هريرة وحويري روحي رمضان كتاقو وحكمي دا دافان أما يسوكو دا داف أو إسكتشوغي إلى رمضان كيكلا صوغلو رمضان كان صوغلو يبو سومي كامركو كبحانا كي هوري كتاقو يبو سومي كا كتاقو مالين كستانا وحراعنا يا صومي دا مسكين قودنتي براعنا أبو هريرة كسوغنتا لكن نبي كما سوغن تاسي معنا نبي كما سوغنا لكن أبو هريرة كسوغنتا. طيب كذلك وحي كسوغنتا هاي أو إساقنا سيدا سوكلا أو كسوغنتا هاي إن عنطل الراعنا يو ابن عباس بإساقنا كسوغنتا بسناد صحيح بإساقنا كسوغنتا هاي تاسي معنا. طيب معاي ما نسمرك هديب الرمضان كي كالكوغسو قادو وحي كدن بي يصون كأد قلين يساي وحو نقون يا إناد فدية راعيسو قلها فدية ذا سمحين نقون يسا على مذهب ونصف صاع كيلو يوحيون كأد دوه على مذهبنا ومد مد كنا وحويان وصاع ربعي صاع ربعي تقريبا وحل إلى هذا ونص كيلو يحكو دوه مركز marka in soomida la raacinayo soonka la raacinayo fidda la raacinayay waa madhhab al jumhur imam an-nawawi siyaas soo guurinay waxa qaba shafi'i iyo culimo kale laakin abu hanifa iyo ashaabtiis iyo imam al-muzani aymad shafi'iyya da kamid iyo daawud an-dhahiri waxay leeyihiin wax aan soon ahayn lagu malaa حتى رمضان نفر بدن همارين وحن صون هين راشين وحل إلى وركي سمجرده فدية مجر. طيب ما هي دليل شدين آيات دي بدليل شدين فعدة من أيام أخر آيات وحي تنؤن مالمه كاتيك وغلا مذا قله لكن آيات كمدر هدي رمضان كالكوسو قلو راشين راعي آيات مدين صوما وامد لبعض وحديث نبي أو قصة أرورو سجن مجرو ورسولك كسجن فعلا وانا ساس يا روحي كس وجدت جاي مقلين كرام إذا مقلين كرام مورن كيدو تاجين روح رمضان كس وجدت جاي جانس وكوقل يدب من لوسين أمس لوسين ما يا مسألة ساس درادة بنتاء وجوور وريج هيا يض مركا الإمام أبو حنيفة يا أي مدرسة وحي ليهن مسألة إن في ديال الراعية قلها دليل ملك لا من القرآن ولا من السنة أما صحابة هذي اللي يمادو اجتهاد كود واسخلاف سين اجتهاد كود هذو اسخلافنا حجما وربعضين اجماع هين او اسخلافان مدنا مدكا كل رأيي جيسو حكاق حيوك بنان كرا انو دليل وطو وحا انتا دير اصل كروح مسلم كا حوليه يسو ومعصوم حولها الروح مسلم كا لغا ما قادي كرو وحان دليل لو هين اذن كون دليل لو هين عنتدي بيحي او يايري ابو هريري ابن عباس بايري او درك كصحابه دي خلافه مقول كودا كحجيس مركا مسالاداسي waxay u xog badantaa raayiga Abu Hanifa iyo raga raacsan bay u xog badantaa oo ah inay fidiye jirin oo soonki kaliya laga rabo. طيب وعن وروي حل وريبوري في اسناد وروي حل وريبوري علي بن عمر ابن عمر waxaa laga wariin aan nabi bu isaguna ka wariin sallallahu alayhi wasallam qala inu yiri man mata mas'aladaasi marka waa sidaas مذهب كلاص الحاد باب تشروه علماء دي سلف كقار كم إذا بعض الصحابة يتابعين بقى قبيه وحيو عليه تشرين بقى هذه الروح رمضان كي كلا أصو قلا أو مركي هرنا عذردار وجدته عذردار شرعي وصون كي وجدته رمضان كلا أصو قلا وحي أنت كذا بيا راشين وموبحين بقى قلا والله جمر ربيده يا مركي وصدح مذهب قلا وحيين راشين بس بقى الله جربه قلب الله جمره.
qaar waxay leeyihiin ma aha qallo kaliya laga rabaa oo raashin lagama rabo. Qolada saddexaadna maxay dheheen? Yaa labadaba waa laga rabaa. Raayiga ugu xoog badan marka ee daliilkiisu xoog badan yahay waa in soonka lagu laazimiyo cuntaduna meesha ka baxdo. Kaasa xukun. وروي وحل وري عن ابن عمر ابن عمر وحل جور عن النبي صلى الله عليه وسلم سجن النبي وكور قال النبي إنه يرمن مات روحي دينتا والحال عليه كركيس الصيام الشهر رمضان بشهر رمضان صون كذو كركيسه صون كبشهر رمضان السجو أي كركيسته روحي دينتا أولوله فليطعم هقودي عنه حجيس ها فليطعم هلقودي عنه حجيس مكان كل يوم maanin kasta bedel keeda miskiinan miskiin ha laga quudiyo, maanin kasta bedel keeda ruux miskiin ha laga quudiyo. Tayib wa isnaduhu sanadkiisuna daciifu. Qala tirmidiyu tirmidi wuxuu wa saxiixu sida saxiixa annahu isagu atharkani cali ibn cumar buu ka ahaaday mawquufu cali ibn cumar xaa laga warinayo mawquufun waay sida kii horu la mid ah hadii ibn Umar baa nabiga ka warinaya ay noqoto xadiiska marfuuc laga dhigo waa dhaif sanadkiisana waxa ku jira Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla faqihi dhaif ka aha xadiiska xaqiisa dhaif buu yahay laakiin faqih waa fuqadi salaf kamid ninkaas sanadka ku jira waa xadiisku markuu marfuuc yahay saasuna dhaif ku yahay laakiin bi isnad sahih uu kaga sugan yahay Abdullah ibn Umar oo ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa ruuxi dhinta isagoo soon lagu leeyahay he qallaba laga marabe maalin kasta bedelkeeda miskiin ha quudiyo wa misalan soo sheegnay soo ma wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wuxuu yiri idha marida ar-rajulu ruuxu haduu jirado he fi ramadaana ramadaan dhexdeeda haduu jirado thumma kadibna mata u dhinto oo walam yasum usan soomin ut'ima wa la quudini anhu xaqis ولم يكن من أهان عليه كركيس قضاء قلنا ما أهان وإن نذر هدون نذرنا ويساقو النذري أو لغولي هو نذر كي فلنين ساكور انتنا قضى عنه وحاكاقو ذي صنكي نذر كأها وليه حكتديس قرابة دي ساكاقو ذيس روح قريب كيسا رواب داود ووريي وآثر صحيح ها مركا وقلدان شاكين ابن عمر إيو ابن عباس إيو تابعين تقار كم إذا سعيد بن مصيب إيو با وحي قبين حديب عدر دار با او كوكو دافاي عنتا ام باوض بحين الصوم با لقام الرب قلبا لقام الرب با ساسي معنا طيب يعني وحوي روحي دنتي وا روحي دنتي روحي دنتي بكهل ليا روحي دنتي سقو الصوم لقولي يهي عنتا لقام بحين ايه cunta laga bixinaya oo qaraabadiisa ka cunta bixinaysa. Tayib laba mid waay ruuxa hadii isagoo qallo lagu leeyahay qallahaasina soon qalla ah qallahaana markuu uga ka tagayay oo cudurdaar sharci uga tagay intii ka dambeysay ka tagida uu ka tagay intii ka dambeysayna chaanis haduusan u helin chaani soo maxan ka wadnaa cudur daarkii uu uga tagay baa waligii ba hayay ilaa uu ku dhintay mesela uu xanuunsaday xanuun buu uga tagay xanuunkii kama ba kicina uu u dhintay sooma ama ma ahe gabadhii caaday uga tagtay ayadoo caadadii ka guin laguna leeyahay maalmo ay ka tagtay ayay sida ku dhimatay وهكذا اما سفر بو اوغا تغي سفر كيسو اوغ جيراي او وريغهايو سفر اوغ جيراي بيتي سي تيميد اسغو لوغ ليهي سون لوغ ليه عذر داركي اوغا تغي مبا فاروقين با الا او دنتاي كنوعا سو كلا لغنا قلين مايو لغا سوبي مايو راشينا لغا بخين مايو وخبابا لوغ ملها با سلاسي وا مذهبكا جمهور العلماء قبان الامام النووي عليه رحمه الله وسو غورناي waxba inayna ku waajibaynin cudurkii cudurdaarkii ilaa maadaama uu ku dhintay waana sidaasi sida ay qabaan aymada Shaafici Malik Abu Hanifa Ahmed bal madhabul kaafa way dad yarba khilaafi maxay waxay leeyihiin adoonkani cudurdaarkii shariicadu ay uga riday soonka ayaa wali hayay sidaasuna ku dhintay
waxba lagu ma laha marka laq yani lagana qallayn maayo raashina laga bixin waxa la mid ah oo aad hadda u badan dumarka marna sannadna nuujinaya sannadna uur kale maba ayna faaruq jaanisay ku soonto ku qallaysaba ma helinba sannadna uur bay lahayd sannadna way nuujinaysa markay nuujinaysa ma soomi karto markay uur kale aadana ma soomi karto ma kari karto toban sano dhowr san saasi ku wada wayna dhimatay maxaa la samaynaa waxba laguma laha qallana lagama rabo raashina lagama rabo oo sababtu maxay tahay cudurdaarkii shareecadu ay uga tagtay ee shareecadu u ogolaatay baa hayay ilaahay ku dhimatay taasaa la mid sooma cidda laga doodayo marka ma laga soomi mise raashin baa laga bixin waa ciddii cudurdaar uga tagtay cudurdaarkiina uu faaruqay jaanis uu ku soomo ku qalleeyana helay jaaniskiina dayacay oo dib dhigay saana ku dhintay kaasay doodu imaanaysaa marka ma raashin baa laga bixin mise waa laga soomi waana masale baabkan soo socdana waxbuu kaga hadli doonaa saas wey macna باب صوم النذر عن الميت ميتك صومي دي سو باب يهي لغا صومي صوم النذر صونكي نذر كهاده عن الميت ميتك حقي سلغا صوم صوم النذر بمعنى صونك لبا نوع صونك واجبك ولبا نوع واجب اصلي او كي الهي كوغو واجبي ايو ميد اد ادغو اسكو لازمسي او نذر kan nadarka marka hadaad adoon gudin ku dhimato kaas in laga soomi ayuu kaga hadlayaa baabka ki ka waran asalka ah hadaan ku dhinto ki nadarkeen anigu isku laasiimaa laakiin ki ilaahay isaaray faradka asalka isagoo leegu leh hadaan ku dhinto ka war kaas maadaama imaamku uu yahay imaam madhabkiisu xambali yahay baabkan wuxuu tilmaamayaa waa madhabka imaamu axmed oo soonka la iska soomi karo waa kan nadarka kaliya soonki waajibke asalka ah haduu ruux isagoo lagu leeyahay ku dhinto lagamaba soomi karo soonka waajibke la iska soomi kare xadiista ku yimid waa midkii nadar ku yimid nadar kugu laazimi adaa isku nadaray adaa nadar oo isku laazimi kaway kale iska qallayn karo saas daradeed buu imaamku baabka khaso baabu sawmi nadri anil mayit madhabki imaam axmed buu ku socdaa marka مسألة أنا وأرك دونا خلافا كتيرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة هوين بها قالت واحد تري يا رسول الله رسولك إلهي إن أمي هو يدي ماتت ويدمت وعليها والحال عليها كرك يدؤي هي صوم النذر صوم النذر يدو لقول إيها بيدمتي أفأصوم عنها مكصوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت بل كورا لو كان هدو أهان لها على أمك هو يدى كرك يدى دين دين هدي أهان لها oo fa qadaytihi aad ka gudo akana ma ahan laha yuaddi mid gudaya dalika arrinkaasi canha xageed haddii hooyada dayn dad ku leeyihiin oo dayntii aad ka bixiso xaqii lagu lahaa hooyada ma ka gudaysa maxaa jawaab durqonaysaa marka ya qaalad waxay tihi nacamha xuquuq bini aadanoo lagu lahaa anigii ilmaheedii haddaan ka bixiyo de intaasi waa ku filanta waa ka gudmaysaa jawaabtu waa taa قال مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم فصومي صون مركع عن أمك هو يدا كصون ماشي وقياس ضرب الأمثال وا سي معاني ذا عقلي يفهم كلو غسو دوي حديب دينتي هو يدا لو لا هادات كبخيس اي كغدميس دينتا اللهنا هادات كغدو وا غدميسا وا سو ساسما الا النذر كروحو اسكو لازمي وا دين الله كلي صوما deynta khalqiga hadaad ka bixisa haday ka gudmayso ta allana hadaad ka gudaway ka gudmaysa wa saasa marka nabiga ugu soo dhaweeyay salaatu rabbi wasalamu alayhi akhrajahu bukhari muslim baadik soo saar tayib wa fi riwayat riwayka law ha kusugan anna imra'atan haweenay ba rakibatil bahra baday fushay baday martay wa doomo habad maraysay raad fan nadarat markasay nadartay waxay ku nadartay in illahu hadi alle najaha u badbaadiyo samata bixiyo anta suuma inay soonto shahran bil inay soonto ilaan badu waa khatar soma ilaahay wa hada maanta iga samata bixiso bil baan ku soomi saasayti fa anjaha allah alla samata bixiyo badbaadiye falam tasum mayna soomin hata maata ilaahay dhimata ibn aadam wa iska sida
marka horan war nadarka iska daa lagama karo marka dambe uu qorta la galo wuxuu rabay uu helana wuxuu ku leeyahay sheekh ma awoodi karay bal maxaa kale oo lagu bedeli karaa buu ku leeyahay war marka hore iska daa nadarkani sidiisaba waxaan ilaahay agtiisa qornayn ma keeno saas daradeed buu nabigu ku taliyay iska daaya khaasatan nadru lijaajka kan shartiga tayib haddaad sagasho waa inaad sunto وين ادلتي ما دمعنا وحي هذا دش فجاءت وحاتمت مركه قرابه او لها اوينيده اسغناته الى رسول الله بيو يمد صلى الله عليه وسلم قرابته با يمد فذكرت مركه سيشكتي قرابتي ذلك ارنكا نبي جه وشيغان فقال مركه النبي صلى الله عليه وسلم صومي صون عنها حقيده كصوم كبدهد حديث كا هره ويمان ها يعني غبدهدي به صومي صون بودا عنها حقيده رواه احمد باوري والنسائي وابو داود حديث كو صحيح سيدانا وحا قبا soonka nadarka ruuxii ku dhintay in laga soomayo waxa qaba Layth Ahmed Ishaaq Abu Ubayd iyo qeyr kood ba qaba saas u macna culimada kala waxay qabaan wa Malik ya Abu Hanifa ya Shafi'i fil Jadid wax soon la yiraahdo iska soomi karma ba jiraba la nadar wala mid kale toona kaasi mare laana waxay leeyeen adiga hadaad salaad adoo lagu guleeyay dhimato ma laga tukan kara ya ورهيل واد انت هلغه توكدو ما دحينا ما سيدان لسغا سلادي كريم بان لسغا سومي كريم بده عباداتك اصل كي بدنيغا ليسوما سمين كريده وا بدني محضيه القاسه مريا طيب قارنوي كل قاعد دون وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالت وحي تري ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري من مات روحي دينتا وعليه صياما اسغو سون كركيسه او يحي صام وحا كسوميا عنه حقيسه وليه حكتديسا اما قرابديسا كسوميا قريب كيسا ودو روح حكتديسا با كسوميا متفق عليه حديث كان اطلاق كيسا وحو فائدين يا روحي صون كدنت اسغو لوغو ليهي قرابديسا كسوميسا ما كلا قادين صون كاس انو نذر يحي يا انو اها انو يحي صون كي واجب كا اصل كا اها حديثكم ما كلا قادين صوما اطلاق قيساسنا وحا دليشدي او صون كا ددك لوغو ليهي onki asalka ha noqdo ama nadar ha noqdo in laga soomi karo talaaqiisa waxa u dalishay culimada badan waxa kamida culimada hadiiska ashaabul hadiis jamaa muhaddisiin tashafiiyada waxa kamida imaam abu thawr bal imaam albayhaqi wuxuu soo guuriyay imaam shafiici ka soo guuriyay in uu yiri hadiiskani haduu sugnado waan qaba hadiiskuna waa sugan sooma hadiisku waa sugan ay wa hadiisto uu taaliqiyay kamida al-bukhari alayhi rahmatu wa rahmatu shafiici xiray in uu qaato sixadiisa uu ku xiray oo saasa jirta macna tayib saasi qaban laakiin imaam ahmed horeen soo sheegnay waxay leeyihiin hadiiskani waxa laga wadaa waa soonka nadarka oo maxaa ku tusaya ahadiista kale ku qeydeen inta hadiista kale waa qisooyin kale waana hawadis ayni ah kana waa hadiis caama waa hadiis mutlaq kam hadis uu qeydeysan waa asalka waxa weey in la daayo la yiraahdo ciidi halaga soomo ku dhimato soon nooc suudi dooni soon kaas ku yimaade ya sida loo badan waxa ay laazim kuma laakiin qaar baa soo dhigta culimada kamid waxa ay yiraahdeen waa laazim inaad ka soontaan ah qaar baa halka mar laakiin sida loo badan yama tayib wa an buraydata aatharti hore in soo marnayna waxa ay tilmaamaysa hadii laga soomi waayo he in raashin laga bixinay soo saasma laakiin yaway ruuxa laga soomi ama raashin laga bixinay soomina soo sheeg war ruuxi inuu qallayo chaanis u helay cudurdaarkiina muxuu ahaay uu ka dhamaaday kadibna chaanis uu sooma helo ku qallayo aan qallaynin sidaana ku dhintay kaas way kaga hadlay markeen isagii qaldan ka cudur daarkii sidoo u socday ku dhintay waan soo hadalay waan ka soo sheegnay sooma isaga qallana lagu ma laha lagana qallayn maayo raashina laga bixin maayo kan kale way wax doodu ka taaganta macna tayib wa an buraydata waxa laga wariinaya qaal wuxuu dhibayna waqti ana anigu jaalisun mid fadhiya anahay inda rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka agtiisa aniga oo fadhiya id markaasa atatu nabiga waxa u timid imraatun haweenay faqalat waxay tiri inni anigu rasuul allah tasaddaqtu wan sadaqaystay ala ummi hooyadii korkeeda waxaan ku sadaqaystoon siiyay bijaariyatin gabar adoon ah wa innaha hooyadii ma wa innaha iyadii oo hooyadii maatad waa dhimatay
hooyadii baan gabadh adoona hadda ka horsiiyey wayna dhimatay hooyo. Tayib, gabadhii adoonta ahayd marka see loogu talin waayo? Faqaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waajaba waa waajibay oo wuu sugnaaday weye ajruka, ajirkaagii waa sugnaaday. Sadaqadii hooye aad siisay ajirkii horta waa kuu sugan yahay, meel buu ku yaalla. Waraddaha jaariyadiina waxaa soo celiyey calayka, korkaaga ku soo celiyey almiiraathu, dhaxalkii. Sooma, hooyadaa waad siisay, markaad siisayna hooye ka dhimatay, adigii baa dhaxal u leh. Sadaqa aad bixiso dib u qaadatay, sooma, waxay soo gelaysaa alcaa'idu fii hibati kalkalbi yaqiu uma yacuudu fii qayhi, miyay soo gelay? Maya ma soo gelayso, leanna markan dhaxalku wuxuu ku milkisiiyo waa milkisiin ijbaari oo qasab ah. Saas daraaddeed ninkii yidhaahda aabbahay dhaxalkiisa anu ma waro maba qaadanhayaba, war laga yeelayo maaha, lagumaba baryayaba. Bimujarad ruuxii uu dhintay, dadkii dhaxalka lahaa ruux walba xaqiisii toos buu uleeyay, ama aduu ka carar xoolahaaga, ama sadaqayso, ama qaado, hawlkuu taalo. Marka waxaa la yidhahdaa tamliik ijbaari ah la yidhahdaa. Tan laga hadlayo ee hibadaadii baad ku noqotay laleeyahayna, waa ku noqosho adigu aad khiyaarkeeda leedahay, ama dib baad u iibsatay sida xadiiskii Cali, xadiiskii Cumar qisadiisi faraska soo ma garanaysaan, ama dib baa inta lagu siiyey baa dib u qaadatay, ama xaaba tiri war iisoo celi waxaygii, bilaash baan marka horeba kugu siiyey, murankaaga batay adar iisoo celi baa tiri. Waxaasoo dhan kuwaasaa laga hadlay. Qaalad waxay tiri, yaa rasuula allah, rasuulka ilaahay, ow innahu kaana, waxaa ahaa calayha, hooyo korkeeda, sawmu shahrin, bil soonkeed baa korkeeda ahaa, afa asuumu canha, ma ka soomaa? Qaala wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam, suumi soon canha, xaggeeda ka soon. Qaalad waxay tiri haddana, innahaa iyadu u hooyo ah, lam taxuja, maynan xajin qatu weligeed, afa axuju canha, ma ka xajiya? Qaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, xuji canha, ka xaji. Rawaxa wariyay xadiiska axmed wa muslim wa abu daud wa tirmidi wa saxaxahu. Walimuslim waxaa u sugnaaday fi riwaayatin, sawmu shahrayni, laba bilood soonkood baa korkeeda ah. Marka intaba nabigu waa fasaxay sallallahu alayhi wasallam. Haweenta marka soonka lagu lahaa xadiisku ma sheegin, ma kii asalkaabu ahaa mise soon nadar u ahaa, lama kala qaadin sooma. Haddana nabigu ka soon buu yidhi, haddana ka soon buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Waxaa la daba dhigay xajki, isaga adilo kale u leeyahay xajka, dadka dhintay in laga xajin karo adilaysa isaga way farabadantahay, murankiisuna waa yari. Bacdu ljawaanib baa culimada qaarkood ka doodaya. Sawmu tatawuc, baabu sawmu sittin min shawaal. Aadama meesha wuxuu ka gudagelayaa intii aan soo marnay axkaamta soonka waajibka ah iyo wixii ku saabsan bay soomankii sunnada abu meerka meesha ka tugan. Sawmu tatawuc waa siyaado oo waajibkii bay siyaado ku yihiin. Wuxuu ka bilaabay baabu sawmi sittin min shawaal, lix beri oo bisha shawaal ka mida soomideedu baabu yahay, waa bisha ramadaan ka dambaysa. An abi ayyubin can rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, abu ayyub wuxuu warin rasuulkana ka warinaya, qaala inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam, man saama ciddii soonta ramadaana ramadaan, thumma kadibna atbacahu raacsiya, sittan lix oo min shawaal, bisha shawaal ka mid a, fadalika kaasi siyaamu dahri, waa sanadkii soomidiisa wa zabanka iyo sanadka o dhan soomidkiisa wa adoo soomay oo kale wa. Rawa ljamaacatu waa warisay ila lbukhaariya iyo wanasaaiya, nasaa'i mooye. Tayib, warawa waxaa wariyay axmedu, axmed baa wariyey, min xadiidi jaabirin, jaabir xadiidkiisa xaal wey kadalika, bayhaqina waa wariyey. Markuu xadiidka jaabir yahay sanadkiisu waa daciif. Camr ibnu jaabir alxadrami nin la yidhahdaa ku jira sanadka oo daciifa, laakiin ka xadiid ahaan matnigu waa saxiix ligayri, laana ka horaa u markhaati kacaya sooma, laakiin sanadkaa daciif. Wa can thawbaana, thawbaan waxaa laga warin, can rasuulillahi uu ka warin sallallahu alayhi wasallam, annahu nabigu qaala, inuu yidhi, man saama ruuxii sooma ramadaana ramadaan sooma, iyo wa sittata ayaamin lix berina sooma, bacda alfitri afurka kadib, yacni maalinta ciidee afurka wixii ka dambeeya sooma, kaana wuxuu ahaanayaa tamaamu sanati, sanadka dhammaystirkiisii buu noqonaya, sanad dhan dhammaystirkii buu noqono aad soomanay. Wuxuuna yidhi, man jaa ruuxii yimaada bilxasanati, say sanadku u imaanaysa,
ilaan bil baad soomaray soddon beri ah sooma ama sagaal iyo labaatan beri ah lix berina waad ka dambaysiisa see ay u noqonaysaa sanadko dhan inaad soomanay waata man jaa ruuxii yimaada bilxasanati mid wanaagsan ruuxii la yimaada falahu waxaa u sugnaaday cashru amhaalihaa toban ayadoo kale abuule ruuxa wariyey ibnu maaja kadalika axmed iyo daarimi iyo nasaa'i fi lkubra ibnu khuseym iyo qeyrkood baa wariyey sanadkiisuna waa xasan xadiidkuse waa saxiixun ligayri bimacnaa wuxuu inoo caddeeyey sida ay sanadko dhan ku noqonayso oo markaad bil soonto bishiina toban goor lagu laban lahabo waa meeqa bilood ya waa toban bilood waa ugu yaraan inta la laban laabo wey alxasanatu bicashri amhaaliha sanadkii meeqaa ka laaban marka laba bilood labada bilood waa imisa beri lixdan ugu badnaan sooma lix beri baad ramadaankii ka dambaysiisay iyadiina toban baa lagugu dhuftay meeqay noqotay ya war lix toban ku dhufta waa lixdan labadii bilood ee kuu laabnaydna halkaasay ku egtay sanadko dhan adoo soomanaa ka dhig marka saasay ku imaanaysaa alxasanatu bicashri amhaaliha waa ilaahay fadligii tabaaraka watacaala yacni ugu yaraan toban goor in lagu labanlaabo waxaa dhici karta dadka qaarkood in loo labanlaabo sabcumiati dacif todoba boqol ka badan qaar baa loo sii labanlaabi laakiin waa inta ugu yar xadiistaasi waxay faa'iideynaysaa bisha ramadaan hadday dhammaato lix beri oo shawaale in la soomo inay sunno tahay ayib sidaasna waxaa qaba inay sunno tahay imaamu shaafici axmed daawuudni daahiri iyo keyrkood waxaa la yaab leh cilmigu moogta waa badwa alimaamu maalik iyo abuu xaniifa waxay yidhaahdeen lixdaa beri in la soomo waaba karaahiye dhaheen waaba karaahiye waa laba imaam wa war maxaad karaahiye u dhahdeen waxay dhaheen si aan loogu malaynin ilaan waajibkii bay dabagelaysaa sooma si aan waajib loogu qaadanin bay dhaheen maaligna wuxuu yidhi culimmada intaan soo gaadhay wax soomayaba ma arkin bu oo dee maaligow haddaadan arkin xadiiska nebigana ay ku sugnaato soo xadiiska la qaadan maayo masaa-ishu ogow culimmadii waaweyneyd bay ka hoos bixi jirtay ya marka kuwa annaga iyo kuwa hadda joogo afareydooda tuuranahaya wax badan inay ka hoos bixi shaki kuma jiro sooma marka way ka hoos baxday waa midda labaade in waajib loo qaataan ka yaabaynaa sunno nebiga ka sugan looma radiyo saas daraaddeed cala sawaab way sugan tahay waana sunno jumhuurtu waxay leeyihiin ragga qaba waxay leeyihiin waxaa fiican in aada isku xixijisaa sunnaha waxaa kaloo fiican markay ramadaanku baxaba inaad ku daba qabato laakiin laazim maaha waa un bisha shawaal lix ka mida un inaad soonto laakiin ku dabaqabashadu way fiican tahay bay leeyihin iyo iyaga in la isku xijiyo baabu sawmi cashri dilxija baabkana ku daraynaa insha allahu tacala wuxuu baab u yahay tobanka bisha dilxija soomitaankeeda iyo wa ta'kiidi yowmi carafa maalinta carafa adkaynteeda soonkeedoo la adkeeyo ligayri lxaaji xaajiga keyrka cid aan xaaji ahayn yacni in loo adkeeyo oy sunno u tahay wey macna ayib laba masalo uu kaga hadlaya bisha dilxija oo bisha carafa aan u naqaana tobankeeda beriye hore soonku inuu sunno yahay tobanka berigaro oo maalintii ciidda ku jirto tobnaad ayada taasi qatcan way ka baxaysaa laakiin waa sagaalka bisha u horeeya bilowgeeda ilaa maalinka sagaalaadoo carafada ayib talabaadu weeye maalinka sagaalaadoo bisha carafa si gooni ah iyada in la adkeeyo oo loo adkeeyo soonkeeda in la adkeeyo oo fadliilo gooni ah iyada kusoo aroortay laakiin xaajiga carafa taagan maalinka isaga maya ligayri lxaaj isagu ma soomayo maalinkaas can xafsata binti cumara way qaalad waxay tihi arbacun afar lam yakun muusan ahayn yadacuhunna kuwa uu ka tago rasuulullahi sal alay wasalam afar nebigu kama tegi jirin siyaamu caashuura tobanka bisha muxaram soonkeeda kama tegi jirin baab gooni uu samayn doona waynoo soo socdaa walcashru iyo tobanka tobanka bisha dilxijee hore sagaalkuu ka wadaay wa thalaathatu ayaamin iyo saddex beri min kulli shahrin bil kasta inuu ka soomo waracatayn iyo labada ragcadoodoo qabla alghadaati salaada subax ka horeeya kama tegi jirin afartaas
رواه أحمد باوري والنسائي كذلك ابن حبان الطبراني أبو يعلى باوري وحديث ضعيف مصقنا حديث كاس لأن السند كيس وحا كتر ليراده أبو إسحاق الأشجعي أو مجهولة كتر هل كجملة كصقني وحويان النبي وسولي كتجيرين والركعتين قبل الغداة جملة أضم بي صباح صقن والله وضع ركعة ضوضي صلاة الصبح كهر رية النبي سفرنا كما تجيرين إقامة يجوجتان كما تجيشر طاوة سوغان تايض وشاهد بيلاد لكن انت هوري كموسى تيكرين مركي كما تجيشن هدي ليلة ضعيف بين غونيسا ما سوغنا مركي لكن واحد سوغان وفي سنن أبي داود كسوغان غيرك من حديث بعض أزواج النبي نبي حاسس كي سقار كم إذا لقورني وحيلاد هاي كان يصوم تسعة ذي الحجة سقال كذي الحجة وسوميتش ويوم عاشورا ما ننت عاشورا وسوميتش وثلاثة أيام من كل شهر بلك السنة سدح بريبوك سوميتش مرك تسعة ذي الحجة إنه سومي تشري بيكوتو سوانا سوغن يا حديث كاس عن بعض أزواج النبي مرك ليلة وحا أمر خاتي كعية وصغال كبري بيش عرف أهر رأي إن لسومي كرو كتوسيا حديث كابن عباس في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن عموم كالعمل الصالح حسوق اليصونك مرك عرف مرك إبلا طب الصوم بعد بلا بكرتا صغال كبري وسومي كرتا سيدا صار راجح هدي اللي يلاهو أم حد كجت جوابي سان حديث عائشة كله أو أي لذا هاي ما رأيته صائما في العشر قط ولي جاي ما أرك النبي وصوما طبعا كهدي الحجة بحال كجت جوابي بحال كجت جوابي عائشة ما أركن بيتري وحي كهذا شيء يدا أرك جدي علمي جدي كهذاش هذين يدو أركن وينن علمي جدي هلينا الصحابة كلاهش صوما ومن علم حجة على من لم يعلم علمك هل روح وذا كوبي متشرع عائشة وها هذا علمك النبي قال لجسوا جورية هدي قارص حبضة كم إذا أيسوا جورية قارنا أي دهدان ما نان أركن قلادة سكتيب على قاضنية لأن علمك واقعي بصنايع قلادة قارب أيسوا جورية عائشة مرك وحكا الله يسا وانقدر كيدا علمي جدي أرق جدي كهلس وحبضنا علمي كم دنا والنبي كسوجنا صحابة كلاوري ويدو علمي جودم نين كوبي ساس على جد شوابي وعن أبي قتادة قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحول الصوم يوم عرفة ما ننت عرفة الصوم ديدو يكفر وح أسطر يا ورافة يا سنتين لا وصلنا ذو دم بجود ماضية ها ماضية سنة تكتي ومستقبلة هي سنة صعود وصوم يوم عاشوراء ما ننت طبنا ذي محرم صومي ديدنا يكفر وحو أسطريا أو تريا أو لغدافيا سنة ماضية سنة تكتي سنة كي تغيب الدم بيجيس لغدافيا مركا كودين فضي بضا يا يوم عرفة فضي بضا لأن الله بس سنة إساك الدم بيجيس لغدافيا عاشورنا وهل سنة تغي روح الجماعة بأورسي إلا البخاري بخاري مويا والترمذي أي ترمذي مويا مركا ما ننت عرفة حجيد أي بنك عرفتها جيهين ضدك أنت وضد كلين حج كتشرين إنا الصومان باصرنا حديث كان النبي قال دليل وصلى الله يا جركاس المشيخ صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحور النهى والربي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحور ربي عن صوم يوم عرفة ما ننت عرف الصوم تان كيدور ربي بعرفات عرف اللقو صوم ما ننت سقالضو بش عرف إن بنك عرف ضدك تاجني أي صومان النبي قوار ربي روى أحمد باوري وابن ماجه كذلك أبو داود النسائي غير كتب صوصار السند كيسون وضعيف نين ليدا هذا العبدي والمجعي سن ليدا هذا مهدي بن حرب أيها كتشرة ومجهولة ساس دراد يدو وحان لينا هاي نهي أو نبي قويري لمسو من كرم مالين كاس أو نهي أهانا أو قولي أمسقنا لكن حديث كان دنبال لود لشان يا ضدك آن حجك ضدك حجك تشوغا إني سنسو مينين نهي كما سقنا لكن فعل نبي باكو سقا وانا كان فعلك عن أم الفضل وعن أم الفضل وحلقور إن أنهم أيو صحابة شكوا وحي شكيا في صوم النبي نبي السومي دي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ما ننت عرفة وصومي ما ننت عرفة بنك مركي لتاقين عرفة حج كنا حجة الوداع اوية هاي أيو حي كشكيا والنبي ما انت مسومي هم سواء فرين فأرسلت مركاسي ديرتي أم الفضل إليه النبي وحي أدرتي باللبان عاني أدرتي أنا أسي ديبت إن له بيال لدونا يا موكتا وركا والوكا لبحوا وروا السومية ما يمصومنا وانا عديسان إنا بالي أنا بالوزي ديبي فشرب النبي قوى عبي صلى الله عليه وسلم ضدكي وضع أركا هيو عانه عب
والحال هو النبي يخطب الناس ضدك وجو خطبين يا بعرفة عرفة وجو خطبين سو خطبتي وتاجن وضدك والأرك هيان أيو عاني عبد ما وربا يا لمرك متفق عليه بخاري مسلم صوصار حديث كاوي مرك حديث كلود ليشان يا وانا فعلي والنبي إنه صن صومانين بالغ قادنا يا ضدك حج كتشوجاي إنينا سنة أهين إني صومان مالك عرف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي فعل كيس يكون ضيانا يا ساسي معنا علادنا علماء واحد هذا يحكم ده كوتشرته لأن مالك يجا هولها أويال أي صون ككفل بدن ومع أويال قيام عرف أويال دعاء با أطهل وهوله وين با أويال صون كمرك هذا مالك صومان وكض ضعيف يا يعني هولي كف أشر بدنا سينا وقض ضعيفين بمرك يدي يدي قال إني أفران الله تعالى قال ساسي معنا وعن عقبة بن عامر قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحري يوم عرفة مالين تعرفة يو يوم النحر يا مالين تنحر حولها لقلي ومالين تحجك يوم النحر ومالين كتبناد أي تهايب أنو شيء عيدة ويوم النحر يوم النحر وأيام التشريق يا مالمه هي البورشدة مالمه هي البهل الورني ومالمه هاس مالين كتبناد كوي التبناد لبي التبناد إلى الصدح التبناد كبيشد الحجة مالمها سال إلى هذا أيام التشريق لكن ما دام يوم النحر إلا شيئي صدح ذا كدن بيسال قوضا وأهم عنها مالين كوي التبناد لبي التبناد صدح التبناد أيام التشريق نوحلوغو بحيه بيدهان هيلب كي لقشي إيا هديقي إيا أضاحيدي مياشا لغو قالي با هيلبوه ذا مالمها سبنان كورنان شيرينو اللي انجتشين يا قرح ذا لوردي جيشري مركا أيام التشريق بالدهان مالمها إيجا مالين تعرف إيا مالين تبناد عيدا إيا مصدح دبرية كده مثل أيام التشريقة عيدنا عيد النديوة أهل الإسلام بانوتشي ذا ضدك أهل الإسلام كمسلمين تا عيد النديوة نحن المسلمون وهي إيادنا أيام أكل وشرب ومالما عنتو إيا عبتان لو قلت لك علي رأيك الوقتي كدرتي وذكر الله مركا محل الغوضة مركا يا رواه الخمسة تباوريس إلا بن ماجه وصححه الترمذي وكذلك الشيخ الباني وصححينه وحكتو سيصل مركا يوم عرفة ذاتك عرفت شوغا ما سومي كران أي قال لو لك شيدا إنين السومي كرينين لكن ذاتك إنتو ذاك إنين السومي كران حديث كأبي قتادام كسومرنا صوما مركا يوم عرفة وعيد بين نوتا هاي وحلو لك شيدا ذاتك حجك شوغا كو أما ما لنت عيدا يسدح دبرية كدن بيسا أي قال إنان السومي كرينين باب كيدو قوني بوكيني دونا مالين تعيدا وهذا اللي يسلوه قل يا إجماع سدح لبرية كذا بيسنا ضد خاص أم بالله أقولنا يا أمضى أنت هذا كلام يسوع الله ما أقوله معي لو مال معيده ضمانشاد يعن يعب يو تمشلين حراشة أي الله قط على قال يسون كعنا قبتين ما مال مضت كلا عنا قبتين ما لكن وذكر الله نوال قدر دونا إلهي حسكي سنة وأكون أحشر أمرك ساسي معنا طيب هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.